تقييم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، السلطة والحكومة ورئاسة الحكومة إلى عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. مهام لشخوصنا ومن تم أنتم وضعتم حجر الأساس الحقيقي في مسار الديمقراطية ومسار تسليم السلطة السلمي لجميع مراحل الديمقراطية. نهنئكم أولا قبل أن نهني أنفسنا، نحن نهنئكم لأنكم أنتم من سترتاحون قليلا من مشاكل هذه الأعباء، وقليلا أو كثيرا نشفق على أنفسنا وتشفقون علينا في تحمل هذه الأعباء القادمة. كما قال أخي السيد رئيس المجلس الرئاسي سيد محمد، نحن عازمون على الإصلاحات. أنتم تركتوا مساحة لا بأس بها من الحركة وجني النتائج، اشتغلتوا في مواضيع المصالحة، اشتغلتوا في موضوع الكورونا، ونحن نراكم ونشاهدكم ونتابع إجراءاتكم السابقة. اليوم مرحلة ذهبت ومراحل تأتي، نتأمل أن نكمل ما بدأتموه في هذه المراحل، ونشكركم ونشكر كل الفريق الذي صاحبكم في هذه المرحلة الصعبة من حياة الليبية. نشكر كل السادة الوزراء، نشكر كل السادة الموظفين في هذه الحكومة. سنكمل ما بدأتموه إن شاء الله بعون الله. أنتم إخوة لنا، اعتبروا نفسكم كما أنتم اليوم، ومعززين مكرمين في كل المراحل، ونستفيد من خبراتكم ونستفيد من خبرتكم السابقة الآنية التي أنتم مارستوها معنا. شكرا، بارك الله فيكم، ونحن معكم وبكم، وأنتم معنا وبنا إن شاء الله. شكرا. شكرا. سيد، طيب تابعنا هذا الجانب إذن من كلمة رئيس الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، وهو يتسلم رسميا المهام ويتسلم السلطة من حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج.